أشعر أنني لا شيء في هذا العالم حين أقف أمام هذا الرجل. جرح الإبرة لم يلتئم في ذراعيه منذ 60 سنة. دمه الذهبي النادر جدا يتبرع به كل أسبوع تقريبا. أكمل 1173 مرة. أنقذ 2.5 مليون طفل كانت فرص حياتهم شبه معدومة أو أنهم كانوا سيعيشون بتلف دماغي. جيمس هاريسون أجرى في 14 من عمره عملية في الصدر، وبعد فترة اكتشف الأطباء أنه يحمل أندر طفرة في تركيبة الدم. ستتغير المعادلة كلها لتلك الأمهات الحوامل اللواتي لديهن فصيلة دم سلبية العامل الرايزيسي، بينما يحمل الأجنة الفصيلة الإيجابية، ما يعني أن دم المرأة الحامل سيهاجم خلايا دم الجنين باعتبارها غريبة وبأنه هجوم ضد جسم الأم فتقتل الطفل أو تتلف دماغه. هاريسون هو واحد من 50 شخصا أو أقل حول العالم الذين لديهم دم ذهبي، لكن دمه يحتوي على مضادات فريدة ساعدت بإنتاج حقنة تسمى أنتي دي لمكافحة هذا المرض الرايزيسي. خضع دمه للدراسة المستفيضة والبحث عن طريقة يقتبسون منها تركيبة مستدامة. معظم الظن الطبي أن المضادات الفريدة في دمه نتجت عن نقل الدم إليه أثناء عملية الصدر وهو صغير، واستمرت بالتشكل إلى هذه الطفرة النادرة. تم إنتاج 3 ملايين حبة دواء من البلازما المستخلصة من دمه، أعطت على مدى 60 عاما الأمل لمن ظنوا أنها استحكمت حلقاتها ولن تفرج. لم ينقطع عن كرسي التبرع أسبوعا، لم يكل ولم يمل، لكن لعمرك عليك حقا. بلغ هاريسون عامه 81. الأطباء قالوا له حان موعد التقاعد. بكى حزنا، ليس على السنين الطويلة من قطار العمر، بل لأنه سيفتقد هذه الابتسامات من أرواح أنقذها بدمه، جعلت لوجوده معنى كما يقول. هو بطل من الدرجة الممتازة بمعايير بلاده والعالم، خجلت موسوعة جينيس من تصنيفه كأكثر الناس تبرعا بالدم، لأن جيمس هاريسون صنع 2.5 مليون حياة ولم يصنع مجرد رقم. الذهبي صاحب الدم الذهبي.